हे हम्द सना तेरे लिए आई मेरे बारी, रहमत से तेरी हो रही अब खत्म बुखारी। तकमील तलक साथ रही तेरी ही तौफीक, अब फरह मुसर्रत पे है ये बात به قال به حدثناه سنتے ہیں به قال به حدثناه احسان کے ممنون تیرے لاکھ کے زمین دین کی کیاری وہ شیخ شعیب آج یہاں جلوہ نما ہے ہے بحر علوم کا عجب شیخ ہے ثانی وہ شیخ شعیب آج یہاں جلوہ نما ہے ہے بحر علوم کا عجب شیخ ہے ثانی ہے جن کو بنی خدمت دی جان سے پیاری شیری ہے بہت ان کی یہ تقریر بخاری شیری ہے بہت ان کی یہ تقریر بخاری اور جلوہ فروز آج یہاں حضرت احمد تدریس و تقریر میں وہ ہے بے مثالی اور جلوہ فروز آج یہاں حضرت احمد تدریس و تقریر میں ہے تدریس و تقریر میں وہ ہے بے مثالی حضرات اساتذہ ہر ایک لطف کا مخزن ہو ہم سے کیا ان کی و اوصاف شماری طلاب کی خدمات میں دن رات گوانا ہے خون پینانا انہیں بس جان سے بھی پیاری ہے خون پلانا انہیں بس جان سے بھی پیاری سننے کے بھی قال نقیب آج یہاں پر مقبول تو کر بخاری ہو عفو و خطا خاتم بالخیر بھی ہم پر ہو عفو و خطا خاتم بالخیر بھی ہم پر رب در پہ تیرے ہم ہیں مساکین بھکاری رب در پہ تیرے ہم ہیں مساکین بھکاری رب علم پہ تعمیل کی توفیق ہمیں ہو رب علم پہ تعمیل کی توفیق ہمیں ہو طاقت ہو حفاظت کی امانت کی تمہاری رب علم پہ تعمیل کی توفیق ہمیں ہو رب علم پہ تعمیل کی توفیق ہمیں ہو طاقت ہو حفاظت کی امانت کی تمہاری طاقت ہو حفاظت کی امانت کی تمہاری السلام علیکم جزاک اللہ بھائی محمد اللہ کے لگے
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حا قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين أنه يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الإجازة المسندة في رواية الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سماحة الشيخ المحدث الكبير أستاذنا المكرم شيخنا المبجل المفخم الإمام العلامة الحافظ محمد شعيب الضميري المؤطر حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله أهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلاء المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المامور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين منقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين وأتباعهم وتابعهم إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين وعلى جميع الفقهاء الربانيين والمحدثين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار قال الإمام المحدث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في مرض موته ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال ويقول عبد الضعيف جمال بن قاسم المقيم بداكا حدثنا وأجازنا إجازة صحيحة بشرط الضبط والإتقان وألا نخالف الكتاب والسنة
وأن نكون معتصمين بعقيدة أهل السنة والجماعة ونكون على حرص كامل من الشرك والبدعة والخرافات والتقاليد الجاهلية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم آمين. قال شيخنا العلامة إمام المعقولات والمنقولات المحدث الجليل الحافظ محمد شعيب الضميري ابن المقرئ مصطفى حفظه الله تعالى في الدارين. حدثنا وأجازنا الشيخ عبد القيوم والشيخ عبد العزيز رحمهما الله تعالى وهما يرويان عن الشيخ الإمام الهمام والحبر المقدام فريد دهره ووحيد عصره شيخ العرب والعجم سيد حسين أحمد المدني وهو يروي عن كتب الزمان فخر الأكابر والأماسل شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام رئيس المتكلمين الشيخ قاسم النانوتوبي ثم الديوبندي والشيخ قطب الإرشاد فقيه عصره وأبي حنيفة وقته رشيد أحمد الجنجوهي كلاهما عن أستاذ الأساتذة المحدث الكبير الشيخ الشاه محمد عبد الغني الدهلوي عن حبر الأمة كاشف الغمة الشيخ الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوي عن الشيخ الأجل والحبر الأكمل أبي حنيفة وقته وأوانه بخاري زمانه الإمام بن الإمام الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي عن مركز الأسانيد فخر الهند قطب الدين السقط السبتي الشيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقض عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداوودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري
عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن غيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاكم الله أحسن الجزاء اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.